مقابلة الكلاسيكو فاتته فرصة معينة الهدف. محسن ياجور افتتح تسجيل بهذه الطريقة واحتفل رفقة زملائه. ثم الهدف الثاني اتى عن طريق عادل كروشي من الجهة اليسرى، تصويبة بالرجل اليسرى والكرة تعانق الشباك، واحتفالية خاصة ايضا من جانب عادل كروشي. ثم الهدف الثالث مع بداية التألق من جانب فريق الرجاء الرياضي بهذه الطريقة، هدف مميز. ثم تختتم هذه المقابلة بهدف كان هو الهدف الرابع في المقابلة والأول لصالح فريق الجيش الملكي عن طريق اللاعب عبد السلام بن جلون بهذه الطريقة. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن متابعتكم.